بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الثاني من شهر ربيع الآخر سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستكثرين في هذه الليلة الشريفة المباركة من صلاتنا وسلامنا على إمامنا ورسولنا وقدوتنا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، القائل صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. وبعد، فقد وقف بنا الحديث في أثناء مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كلامه عن حكمة الله جل جلاله في الخلق والاختيار، وأن الله اختار من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، ووقف بنا الحديث في أثناء اختيار الله جل جلاله لأم القرى مكة بلد الله الحرام، وما خصها به من الفضائل والمناقب والأحكام. مكة اختارها الله لبيته، وجعلها مناسك لعبادته، وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد من كل فج عميق. مكة يدخلها أهل الإسلام في خضوع وتواضع وذل وإحرام، يتجردون فيه عن لباس أهل الدنيا. جعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا يعضد بها شجرة، ولا ينفر فيها صيد، ولا يختلى خلاها، ولا يلتقط لقطتها إلا معرفها. جعل الله قصد مكة مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار، وجعل ثواب قاصدي بيته الحرام الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقسم الله بمكة في القرآن الكريم، وجعل سبحانه وتعالى ثواب الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة. ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. وأصرح منه في بيان هذه المضاعفة ما روى أحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا في صلة حديثنا بفضائل مكة، وما قرر المصنف رحمه الله أن مكة قبلة لأهل الأرض كلهم، وهي من خواصها ما يحرم فيه الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة. وآخر ما وقف بنا الحديث أن مكة أول مسجد بني في الأرض لله سبحانه وتعالى. وتقدم حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ولا يزال في مجلس الليلة من تتمة كلام المصنف رحمه الله عن فضائل هذا البلد الحرام، رزقنا الله وإياكم فيه حسن الجوار والمقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولذلك لم يكن في الكتاب في الكتب الإلهية لها عديل. الفاتحة أم القرآن، أم الكتاب، ومعنى الأم أعظم الشيء من جنسه، فإذا كانت الفاتحة أعظم سورة في القرآن فقد سميت بأم الكتاب، ولذلك فهي على قصر آياتها السبع المثاني، لكنها عظمة الكتاب الكريم في تلك السورة العظيمة، فهي أم القرآن. فإذا فهمت ذلك فهمت معنى تسمية مكة بأم القرى. قال الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. فأم القرى مكة، فهي إذن أم للبلاد، للبقاع، بمعنى أنها أعظمها وأجلها من جنسها، وهي البلاد التي يعيش فيها البشر على وجه الأرض. فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، فهي أصل القرى، ولهذا سميت بأم القرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس، وقد روي بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي، ولكن الحجاج بن أرطى بالطريق، وآخر قبله من الضعفاء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ومعنى مرفوعا أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها. الحديث لو صح لكان حجة فيما ذكر المصنف أن مكة انفردت من بين سائر البلاد على الأرض، لا يدخلها الداخل إلا بإحرام. فلو قال قائل: لكنني ما أريد العمرة، فيبقى الحديث نصا. قال المصنف رحمه الله: روي بإسناد لا يحتج به، أشار إلى ضعف الحديث المرفوع، وأن الإمام أبا أحمد بن عدي ذكر الحديث في كتابه الكامل في الضعفاء، وأشار المصنف إلى علة الحديث التي من أجلها ضعف، قال: لكن الحجاج بن أرطاة بالطريق وآخر قبله من الضعفاء، يعني أن في طريق الحديث وإسناده ضعيفان من الرواة، أحدهما الحجاج ابن أرطاة الذي سماه المصنف رحمه الله تعالى، والثاني محمد ابن خالد الواسطي الذي ذكره ابن عدي في كتابه الكامل، وذكر الحديث مثالا لما ضعف من روايته. فاجتمع في سند الحديث راويان ضعيفان، ولهذا فالحديث ضعيف. قال ابن عدي: لا أعرفه مسندا إلا من هذا الطريق، لكن الحديث ذاته روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، أي من قوله لا من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما روي من غير وجه، أخرجها الطحاوي والبيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده جيد، يعني الموقوف على ابن عباس. فإن قلت فهو أثر موقوف وليس حديثا مرفوعا، فيقول الفقهاء: إن مثل هذه الأحكام وإن كان المتكلم بها أحد الصحابة رضي الله عنهم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنها إن كانت مما لا مجال للاجتهاد فيه فيبقى لها حكم الرفع. فهل هذه المسألة من جنسها أو لا هي محل نظر واجتهاد، فقد يقال هو اجتهاد لابن عباس رضي الله عنهما، ذكره بناء على ما فهمه من النصوص فيبقى من قوله ولا يتعدى له حكم الرفع. ويمكن أن يقال إن هذا من الأحكام المخصوصة بمكة التي لا تتلقى بالاجتهاد، ف
أخبر فيها ابن عباس رضي الله عنهما وتكلم به على أنه حديث مرفوع، غير أنه لم يصرح بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل الخلاف في الحديث في تضعيف المرفوع والخلاف في الموقوف أيأخذ حكم الرفع أو لا، اختلف الفقهاء هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟ وهذا يشمل ثلاثة أنواع من الداخلين إلى مكة. النوع الأول أهل مكة الذين يترددون دخولا وخروجا، فماذا لو خرج المكي إلى جدة أو الطائف أو إلى مكان خارج مكة ثم دخل، أيلزمه كلما خرج ألا يدخل مكة إلا محرما؟ والنوع الثاني القادمون إلى مكة بقصد النسك حجاجا ومعتمرين، سواء كانوا من قرب المواقيت أو من ورائها أو من الآفاقيين القادمين من كل فج عميق، فهل يلزمهم إذا دخلوا مكة ألا يدخلوها إلا محرمين؟ والنوع الثالث الذي يدخل مكة وليس من النوع الأول من أهلها بل من غير أهلها، لكنه يأتي مكة غير قاصد للنسك حجا ولا عمرة، جاء لزيارة بعض أقربائه أو لموعد يراجعه في جهة ما، أو جاء يريد الحرم للصلاة والطواف لا للحج ولا للعمرة، فهل يجوز له دخول مكة بلا إحرام؟ أما النوع الأوسط وهو الحجاج والمعتمرون فلا يجوز لهم دخول مكة إلا بإحرام بلا خلاف بين الفقهاء، لصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت المعلومة للحجاج والمعتمرين قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا لا خلاف فيه. وأما أهل مكة الذين يكثر تردادهم ودخولهم وخروجهم ربما كل يوم وأحيانا في اليوم أكثر من مرة، فهذا أيضا يكاد يكون الاتفاق عليه أنه لا يلزمهم إحرام. وسيأتيك الآن أن من القائلين باشتراط دخول مكة بإحرام يستثنون أهل مكة، ومن في حكمهم؟ قالوا كالحطابين وسعاة البريد ونحوهم. الحطاب الذي يخرج لجمع الحطب فإنه يخرج كل يوم ويرجع، وساعي البريد الذي يحمل الرسائل والخطابات والكتب يتردد أيضا كل يوم، فهو أيضا ممن لا يلزمه إحرام. يبقى الخلاف في الفئة الثالثة وهم من قصد مكة من غير أهلها ممن لا يكثر ترداده ولا يشق عليه الإحرام لكنه ليس حاجا ولا معتمرا، فهل يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، ولو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكان فيصلا في المسألة، لأنه يقول لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها، لكن الحديث فيه ما سمعت من الخلاف في تصحيح المرفوع والخلاف في اعتبار الموقوف له حكم الرفع إن صح سنده، وأشار المصنف إلى الخلاف في المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال. أي مسألة؟ دخول مكة بلا إحرام. نعم. قال: وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات. نفي ماذا؟ لا يدخل مكة إلا بإحرام، والإثبات جواز دخولها بلا إحرام. نعم. النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها حكمه حكم أهل مكة، وهذا قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد. قال: القول الأول النفي، والثاني الإثبات، والثالث التفريق بين من كان داخل المواقيت ومن كان قبلها. يعني مثلا المواقيت المحددة خارج مكة: ميقات ذي الحليفة قرب المدينة، وميقات الجحفة قرب رابغ، وميقات يلملم في طريق أهل اليمن، وميقات ذات عرق، وميقات ذات قرن، وميقات أهل الشام كذلك، هذه المواقيت. فمن كان وراءها يعني قادما من خلفها لا يجاوز المواقيت إلا بإحرام، ومن كان يسكن دونها يعني بين مكة وبين المواقيت، فبين مكة مثلا والجحفة من القرى والأمصار والمدن كثير، يعني أهل الجموم
وأهل عسفان وخليص والكامل وكثير من القرى والمدن الواقعة بين مكة، بل أهل جدة أقرب من ذلك كله، فهم بين الميقات وبين مكة. فإذا أراد أحدهم أن يحرم كيف يصنع؟ يحرم من موضعه لأنه دون المواقيت. قال في مذهب أبي حنيفة: من كان دون المواقيت فحكمه حكم أهل مكة، ومن كان وراء المواقيت فلا يجاوزها إلا بإحرام. هذه ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: والقولان الأولان للشافعي وأحمد. جملة الخلاف في المسألة يا كرام أن الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون يجب دخول مكة بإحرام، يجب على من دخل مكة أن يحرم. وأما مذهب الشافعي وهو رواية عند الإمام أحمد أنه لا يجب بل يستحب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام، فيه ما سمعت من عدم الاتفاق على صحته، ودل على عدم وجوب الإحرام جملة من الأدلة أشهرها دليلان. أولهما حديث أنس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قال: دخلها وعلى رأسه المغفر، والمغفر ما يلبس فوق رأس المقاتل، فلم يدخل مكة محرما عليه الصلاة والسلام، وهو ما دخلها لحج ولا لعمرة، دخلها لأجل الفتح. فدل ذلك على جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لا يريد الحج ولا العمرة. والحديث الآخر حديث المواقيت نفسه، حديث المواقيت نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال: هن لهن، يعني لأصحاب تلك المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قالوا: فهذا قيد صريح في الحديث. قال: ممن أراد الحج أو العمرة، فيفهم منه أن من لم يرد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام من المواقيت، وهذا من أظهر الأدلة التي استدلوا بها بعدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة، وهي محل خلاف كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا لما ضمنه معنى فعل، لما ضمنه معنى فعلي يهم، فإنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. هذه من خصائص مكة، والحديث فيها يتوقف على بيان بعض النقاط والأمور. أولها: الأصل في الشريعة أيها المسلمون أن الله سبحانه يحاسب على العبد على ما نواه أو على ما فعله. على ما فعل، هل يحاسبك الله بنيتك؟ يعني نويت الشيء ولم تفعله، أتعاقب لأنك نويت المعصية ولم تفعلها؟ الجواب لا. وهذا أصل عظيم، أن من نوى شيئا من المعاصي والذنوب ولم يفعله فإنه لا يعاقب على حديث النفس ولا على خواطر النفس وحديثها، وإلا فكلنا يأتيه الشيطان بالخطرات والوساوس وما يعتريه من تفكير، وربما زين له الشيطان المعصية فجعل يتفكر فيها لكنه ما فعل شيئا. هذا من عفو الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث القدسي، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إلى أن قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. حسن على إيش؟ حسن على إيش؟ وما فعل طاعة، لكنه صد نفسه عن المعصية أو أمسكها، فهو مأجور على ذلك. فمن هم بالمعصية فلم يفعلها فليس بمؤاخذ. إذن مجرد الهم لا ذنب فيه يحاسب عليه العبد. فإن قيل لك: كيف تجيب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال:
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل يعني يستحق النار لأنه قتل. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هل قتله؟ الجواب لا. فلماذا دخل النار؟ يعني حسب بأنه كان يريد أن يفعل. قبل قليل قلنا القاعدة إنه إن والشيء ولم يفعله فلا ذنب عليه ولا يحاسب. قال أهل العلم فرق بين من نوى الشيء وفكر فيه وعزم على فعله ثم انصرف عنه بصارف أو صده عنه شيء أو صرف نفسه عن التفكير فلم يفعل، وبين من عزم على المعصية وسعى فيها وأخذ بأسبابها وقد كان يفعل لولا أنه حال بينه وبين المعصية حائل، فهذا مأزور آثم ويتحمل تبعة ما نواه من المعصية وإن لم يفعل. قال لأنه كان حريصا، يعني لولا أن صاحبه قتله لكان هو القاتل، فلذلك قال في النار. ولو أن عبدا هم بمعصية، يعني فتح الثلاجة فأخذ قارورة يظنها خمرا يريد أن يعصي الله وهو يعلم أنها حرام، ولما فتحها وشرب وهو ينوي أن يعصي الله بشربه الخمر عياذا بالله، فلما شرب فإذا هو عصير توت أو تفاح، هل هو آثم؟ الجواب نعم، لأنه قصد بفعله ذاك معصية، وكون المعصية لم تقع لذاتها ليس بسببه، أو رفع الكأس إلى فيه أجاركم الله فسقط من يده فانكسر وما تأتى له أن يشرب، ما شرب ولا قطرة، هو آثم. ففرق يا إخوة بين هذا وبين الذي خطرت له الخواطر بالمعاصي فألجم نفسه بالتقوى، قال معاذ الله، ثم دعته نفسه الطائعة إلى الكف عن المعصية، أو ذكر الله فأدركته رحمة الله فانصرف. هذا الذي يصدق عليه الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذا فهمتم هاتين النقطتين نأتي إلى مسألتنا، ما خصائص مكة في هذه المسألة؟ قال كل موضع في الأرض يهم فيه العبد بالمعصية ولم يفعلها فلا عقاب عليه إلا مكة، فإن من هم فيها بالذنب والمعصية فإنه مؤاخذ بنص الوعيد في الآية الكريمة في الحج، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المسجد الحرام، ومن يرد فيه، في ماذا؟ في المسجد الحرام، يعني هذا المسجد الذي نحن فيه الآن؟ لا، مكة كلها، حرم مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما معنى يرد؟ يريد الشيء ينويه. قال المصنف ومعنى يرد فيه يعني أن يهم بالشيء، ولذلك دخلت الباء، لأنك إنما تقول أردت كذا أو تقول أردت بكذا، إن كان مجرد الإرادة فإنه فعل لا يتعدى بالباء، تقول أردت النجاح، أردت السفر، أردت النوم، ولا تقول أردت بالسفر، أردت بالنوم، فالفعل أراد لا يعدى بالباء. قال لأنه ضمن معنى الهم عدي بالباء، ولقد همت به، تقول هممت بالسفر، هممت بالنوم، هممت بالقدوم إلى آخره، فلأن معنى يرد فيه هم به عدي الفعل بالباء. طيب الآية دلت على أن من هم بالإلحاد في المسجد الحرام بظلم ما الوعيد؟ نذقه من عذاب أليم، هذا وعيد شديد بنص الآية الكريمة. بقي أن نفهم ما معنى بإلحاد بظلم. الظلم معروف، ما الإلحاد؟ تعددت أقوال أهل العلم في تفسير كلمة الإلحاد في الآية الكريمة، وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى جملة من الأقوال في المسألة، قال هو أن يميل في البيت الحرام بظلم،
من يرد فيه بإلحاد يعني بميل، فإن أصل الإلحاد الميل، فإذا مال عن الحق إلى الباطل ومال عن الإسلام إلى الكفر فقد ألحد، ومال عن الحق إلى الصواب، عن الحق والصواب إلى الضلال والباطل. فيكون معنى الآية كما يقول ابن جرير رحمه الله أن يميل في البيت الحرام بظلم. إذن ميل العبد إلى الظلم في البيت الحرام هو الذي وقع عليه الوعيد. ثم نقل الإمام الطبري رحمه الله عن عدد من السلف في تفسير معنى الإلحاد أقوالا بإسناده إليهم، ذكر منها أن الإلحاد يعني الشرك، وهذا أحد الأقوال، ومنها أيضا أنه استحلال الحرام وركوبه بمكة. استحلال الحرام معناه أن يعتقد حله، وركوبه يعني وقوعه في الحرام. ومنها مما فسر أيضا به الإلحاد في الآية الكريمة عن السلف، قال احتكار الطعام بمكة فجعلوه من الإلحاد في الحرم. والاحتكار أن يحبس التاجر السلعة للغلاء، يريد بها الانتفاع لذاته بارتفاع سعر البيع فيحبسها ليزداد طلب الناس عليها ويرتفع ثمنها فيضر بقوتهم وطعامهم الذي هم بحاجة إليه. فهذه الأقوال التي نقلها الإمام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين هي من باب التفسير بالمثال، فإذا جمعتها قلت هي أمثلة تكلم بها السلف. إذن الإلحاد في الحرم بظلم يشمل الشرك وهو أسوأه والعياذ بالله وأعظمه، ويشمل احتكار الطعام بمكة، ويشمل استحلال الحرام، ويشمل ركوب الحرام. فجملة ذلك أن المعاصي بدءا من الشرك فما دونه داخلة في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية لما نقل ما نقله المفسرون كالطبري وغيره، قال وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد لكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. فالمقصود أن جملة المعاصي والذنوب في الحرم يتوجه عليها العقاب والوعيد نذقه من عذاب أليم. يا أهل مكة ويا قاصدي مكة حجاجا ومعتمرين، ويا كل وافد كريم على ربه جاء إلى البيت الحرام، انتبهوا رعاكم الله، هذا بلد الله وفيه بيت الله، فواجب العبد أن يتأدب في جوار بلد الله الحرام. وآكد ما يكون هذا لكل من أكرمه الله بسكنى مكة وجوار البيت العتيق، فهو والله شرف وأي شرف، لكن لئن كان هذا غاية التشريف فإنه يقابله مقام عظيم في التكليف. شرفك الله فأسكنك بجوار بيته، فالله الله في الأدب. حق على كل من يكون في مكة أن يقول كل واحد لكل أحد تأدب، فأنت في مكة عظم ربك، هذه مكة. وهذا الأدب الذي يؤدب به الإسلام أهله وبنيه هو من أجل صور التعظيم لما عظم الله عز وجل. عظم مكة سبحانه فأقسم بها، ولا يقسم الله إلا بما يدل على تعظيم الشيء والتنويه بشأنه. وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وتقدم معكم في المجلس السابق صريح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حب الله سبحانه لمكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله، وصريح قوله عليه الصلاة والسلام في بيان حبه هو لهذا البلد، والله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. هذا الحب لمكة عند الله سبحانه وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الاصطفاء والإجلال، هذا البيت الحرام، هذه الكعبة التي تهواها الأفئدة، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس، هذا البيت الذي أمن الله كل من دخله، هذا البيت الحرام بكل عظمته وخصائصه وفضائله يفرض علي وعليك تعظيمه تعظيما لله. ومن تعظيم الله كف النفس عن الانسياق وراء المعاصي.
السؤال، هل المطلوب أن نكون ملائكة في مكة معصومين، وأن لا يسكن مكة ولا يدخلها ولا يبقى بها ولا يجاورها إلا ملك كريم لا يعصي الله؟ لا أبدا، لأن هذا لا يمكن أن يكون. لكن المقصود ألا يكون الساكن بمكة والمجاور فيها والمقيم بها والقادم إليها والمعتمر والحاج، ألا يكون بقاؤه فيها ومنامه وطعامه وشرابه وسائر أحواله كما هو في غير هذا البلد، يحمل نفسه على أعظم ما يمكن أن يكون عليه في مكة. هذا واجب ينبغي أن نتأدب به. يعني لئن غلب الفساد مثلا وطغى الشر وانتشرت المعاصي وتفشت الآثام، فينبغي أن يكون لأهل الإسلام في مكة شأن مختلف، وأن يكون تعاهدهم لتعظيم البيت الحرام وتنزيهه عما ذكر في الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين، يعني في آخر جزيرة العرب، لكنه من هناك خطر في باله أن يهم بمعصية في البلد الحرام، قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قال بعض أهل العلم من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم. فالله الله يا أهل مكة، الله الله يا ضيوف بيت الله الحرام ووافدي الحج والعمرة ممن أكرمهم الله فأوفدهم وأتى بهم وأكرمهم، الأدب في مكة ومجاهدة النفس في ألا يسوقها الشيطان. ثم ماذا؟ ثم هي جولة من جولات الظفر والانتصار للنفس المؤمنة على الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إي والله، يراد أن يكون للمؤمن بمكة عزة بإيمانه وانتصار على شيطانه واكتساب للطاعات وارتقاء في سماء الإيمان والعمل الصالح. يراد لكل من دخل مكة ومكث بها أياما أو ساعات أو قضى فيها عمره حتى مات، يراد له أن يكون من أزكى البشرية نفسا ومن أتقاهم لله عز وجل ومن أعظمهم إيمانا. كما قلت ليس المطلوب العصمة وعدم الوقوع في الخطأ البتة، فلن نكون كذلك ولن نبلغه، لأن الله خلقنا بشرا نصيب ونخطئ ونطيع ونعصي، لكن المراد أن يفشو بين أهل الإسلام تعظيم البلد الحرام وإجلال مكة، وأن يكون هذا شعارا فلكل من يدخل مكة أن يعيش هذا المعنى العظيم تعظيما للبلد الحرام. عندئذ سيكون لهذا البيت الحرام من العظمة والإجلال ما يتحقق فيه معنى قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيجد كل داخل إلى مكة حظه من هذه الهداية التي جعلها الله عز وجل للعالمين جميعا. فهذا من خصائص البلد الحرام، أنه يعاقب فيه من هم فيه بإلحاد. قال المصنف فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ولأن التعبير بالظلم، فالظلم نوعان، الظلم الأكبر الشرك بالله، على ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكما في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم فيما يلي ذلك الظلم الأعظم ظلم كله حرام، بل ظلمات يوم القيامة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم بشع وظلمات وصاحبه متوعد بالعقاب، ظلم العباد في أعراضهم بالتطاول عليها، ظلم العباد في أموالهم بأكلها بغير وجه حق، ظلم العباد في أنفسهم بالتعدي عليهم قتلا أو جرحا أو أذية أو ضربا أو سبا أو شتما. الظلم بكل صوره حرام وعليه الوعيد والعقاب الأليم، لكنه في مكة أشد وأعظم وآكد، لأنه وقع في بيت الكبير المتعال الذي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا.
فأشأم ما يكون الظلم في بيت الملك العلام سبحانه الذي قال لعباده فلا تظالموا، فيأتي العبد فيقع فيما نهى الله عنه بقوله فلا تظالموا فيظلم العباد بمكة، فيأكل مال هذا ويعتدي على عرض هذا ويتطاول على ذاك اغترارا بقوته أو استضعافا لإخوته، كل ذلك والله من أبشع صور الظلم. وقد كانت مكة في الجاهلية وأهلها كفار مشركون بالله عز وجل، لكنهم يتواصون ببعض بقايا معنى التعظيم لمكة وتعظيم حرم الله عز وجل. حتى قالت مرة إحدى نساء مكة تنصح ابنها تقول أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. لا يجوز لأحد، الظلم حرام في كل مكان لكنه في مكة أشد والله وأبشع وآثم، وكل ذلك داخل في عداد قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أجارنا الله وإياكم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرها جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه والله أعلم. هذا من جميل كلام ابن القيم رحمه الله، والذي ينقله عنه كثير ممن جاء بعده في مسألة هل تضاعف الحسنة والسيئة بمكة، وهذا كلام ربما يأتي له بعض طرف في كلام المصنف رحمه الله. أما الحسنات فإن النص الذي تقدم معكم ليلة الجمعة الماضية خاص بالصلاة أنها تضاعف بمئة ألف صلاة، فهل تشمل مضاعفة الحسنات باقي الطاعات؟ فمن صلى أو قرأ القرآن أو ذكر الله أو صام أو تصدق كل ذلك يضاعف بمئة ألف؟ الجواب لا، دل الحديث على الصلاة خاصة أنها تضاعف بمئة ألف صلاة، أما باقي الحسنات فإنها عظيمة عظيمة في قدرها لا في عددها. كيف يعني؟ يعني أن تصوم تطوعا يوما بمكة خير وأفضل من صيام ذات اليوم في غير مكة، وأن تتصدق بمال في مكة خير وأفضل من الصدقة بمثله في غير مكة. ليست أفضلية مقدار بل أفضلية كيفية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الطاعة والحسنة يعظم فضلها لعظم موقعها أو زمانها، فإن لخصوصية بركة المكان والزمان فضيلة. يعني مثلا أليست العبادات في الأزمان الفاضلة أفضل من غيرها؟ كعشر ذي الحجة وأيام رمضان وليالي العشر الأواخر منه، ما سبب فضيلة الأعمال في تلك الأيام؟ هو بركة الأيام وفضيلتها، فكذلك المكان بركته وفضيلته يجعل للعبادة فيه مزية وفضيلة، لكن ليست فضيلة مقدار بل فضيلة كيفية كما قال المصنف. إذا كان هذا في الحسنات فالكلام في السيئات من باب آكد، بمعنى أن الله عز وجل لا يحب من عبده المعصية ولا الذنب، ويحث العباد على التوبة ويأمرهم بالطاعة سبحانه وتعالى، لكن العبد إذا غلبته نفسه وزلت به القدم فوقع في العصيان فإن المعصية في ميزان الشريعة يحاسب عليها العبد بعدل الله ولطفه ورحمته. ما الميزان؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما هذا؟ هذا كرم الله، إن أطعته بحسنة أعطاك عشرة، وإن عصيته بسيئة فلا يجزيك إلا مثلها. قال في الآية الأخرى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا من عظيم لطف الله. ولهذا أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم آنفا
من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الميزان عدل من الله سبحانه، بل كرم ولطف ورحمة، فما أرحم ربنا وما أكرمه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ومن هنا الحديث أيضا عن السيئة بمكة، هل هي مضاعفة؟ فمن عصى الله بمعصية أتضاعف عليه 100,000؟ قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، قال: لكن فصل النزاع فيها ما ذكره، أنه تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، يضاعف مقدار السيئة. السيئة واحدة، لكن فرق بين سيئة واحدة صغيرة وأخرى كبيرة، في الأخير هي كم سيئة؟ واحدة، لكن فرق بين سيئة يعتبر ذنبا صغيرا وآخر يعتبر ذنبا عظيما، هو واحد في الأخير. فالمقصود أن السيئة إذا وقعت في مكة فلن تكون سيئة صغيرة، لن تكون صغيرة، لما؟ لأنها في مكة. قال: ومن هذا تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرها جزاؤها مثلها. طيب، والسيئة في حرم الله صغيرة أو كبيرة؟ قال: فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. يعني يريد أن يعطيك مثالا، فقال: ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. يعني أرأيتم لو أن شخصا جاور أمير البلد في الحي الذي يسكنه، فصارت داره بجوار داره، ما يعني هذا؟ يعني شرفا وفخرا أنه يجاور أمير البلاد أو ملكها أو رئيسها أو شيخ القبيلة، فإنه يجاوره فيناله من شرف الجوار بعظمة من جاور. وعندئذ حتى مراعاة الأدب في هذا الجوار تكون مطلبا، فإنه لا يسمح لصبيانه وأولاده الصغار أن يمارسوا من الأذى والإزعاج والتشويش ما لا يليق بجاره. لكن جاره لو لم يكن هذا المسؤول والوجيه ومن عظماء البلد لاستسهل الأمر. فنفس الكلام لتتضح لك الصورة، قال: ليس من عصى الملك على بساط ملكه. شخص عصى أمر الملك داخل قصره، أمره فرد الأمر وخالف أمره فتعدى على سلطانه داخل قصره وعلى بساط ملكه، ليس كمن عصاه في الموضع البعيد من داره، فإن العصيان داخل بيت الملك وعلى بساط ملكه فيه من إعلان عدم الأدب وقلة التعظيم ما هو واضح جلي لكل أحد. هذا تقريب للصورة. فمن يسكن مكة ومن يقيم بها ومن يجاور، هو في جوار من وبيت من وبلد من؟ هذا بلد الله وهذا بيت الله وهذا المكان الذي عظم الله. قال رحمه الله: فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هيولى كلمة أعجمية، هو مصطلح فلسفي يستعمله الفلاسفة، والمراد به مادة الشيء الذي يصنع منه، كمادة الخشب للكرسي المصنوع من الخشب، ومادة الحديد للمسمار المصنوع من الحديد. فالحديد مادة والخشب مادة، ففي مصطلح الفلسفي يسمون هذا هيولى، فهو مصطلح فلسفي. ومعناه كذلك أيضا في الفلسفة
التخطيط المبدئي للصورة أو للتمثال، المخطط المبدئي يسمى أيضا هيولة. يقول مستشهدا بقول القائل وهو ابن سنان، يقول: محاسنه هيولة كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. يعني أراد أن يصف شيئا ما بالحسن والجمال، فقال محاسنه مادة كل حسن، كما تقول الخشب مادة الكرسي والحديد مادة المسمار الذي يصنع منه. فكان يقول المادة الخام للحسن موجودة في من يصفه ويتغزل في حسنه. يقول محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ماذا يصنع المغناطيس؟ يجذب جذبا قويا لا يمتلك الحديد معه الاختيار في المفارقة والابتعاد، بل ينجذب حتى يلتصق. يقول إنه من حسنه يجعل القلوب تلتصق به جذبا لشدة حسنه. قال: فهو، يعني هذا البلد الحرام، أولى بقول القائل. والآن نزل هذا البيت على مكة، على البلد الحرام. محاسنه، محاسن البلد الحرام، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ليش يقول إن البلد الحرام أولى بقول القائل في هذا البيت؟ لأن الله عز وجل ذكر من دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام صراحة لما قال كما في سورة إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يقول ابن القيم رحمه الله: ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين. من أين جاء هذا؟ من دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لما جاء فترك هنا هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام رضيعا في يدها، وليس بهذا المكان لا إنس ولا شيء. قبل أن تبدأ الحياة كان هذا خلاء خاليا وبقعة ليس فيها شيء قط. تركهما وانصرف، فسألته هاجر: يا إبراهيم، أين تتركنا بهذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها، فتركهما وانصرف وخطى خطوات، فأعادت السؤال ثانية فلم يجب، ثالثة فلم يجب، مستمرا في مشيه عليه السلام وقد أعطاهما ظهره. فلما أيست من الجواب انتقلت إلى آخر ما يمكن أن تحصل على شيء يستقر بها قلبها القلق الوجل في هذا المصير المجهول. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ وهذا من فقهها رحمة الله عليها، فإن كان أمرا إلهيا فليس لها إلا التسليم. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، خلاص انتهى كل شيء، لا يضيعنا. وفي قصة بحثها عن الماء لإسماعيل عليه السلام وسعيها بين الصفا والمروة تنشد من ينجدها لما نفد ما في جراب التمر وما في سقاء الماء، جعلت تسعى بين الصفا والمروة تتلفت تبحث. فلما كانت في الشوط السابع على المروة سمعت صوتا فقالت تصمت نفسها: صح. ثم قالت: أسمعت إن كان عندك غواث؟ فإذا هي بالملك عند إسماعيل عليه السلام عند الكعبة وهو يحفر بعقبه وفي رواية بجناحه، ففار ماء زمزم ونبع من تحت الأرض فأتت إليه. فيقول لها الملك: إن بيت الله في هذا المكان يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله لن يضيعكم. على ما قالت في سؤالها لإبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فجاءها الملك بالجواب وحيا من الله، قال: وإن الله لن يضيعكم. فمنذ ذلك الوقت لما انصرف إبراهيم عليه السلام تاركا فلذة كبده إسماعيل عليه السلام وزوجه هاجر، انصرف عليه السلام فدعا بتلك الدعوات، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. واليوم أنا وأنت والألوف المؤلفة من المسلمين جئنا وقلوبنا تهوي هذا المكان. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذكر غير واحد من السلف كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير في معنى الآية الكريمة وجها لطيفا، قالوا قال الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس في دعوة إبراهيم عليه السلام، لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم قال لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، لكن قال فاجعل أفئدة من الناس فاختص به المسلمون. فأنت اليوم من الناس الذي جعل الله في قلبك حبا لهذا البلد، حب يحبه من أتى مكة معتمرا ولو مكث أياما معدودات ثم إذا انصرف يوالب دموعه، ما تدري على أي شيء يبكي مغادر مكة، لكن يبكي على حب استقر في قلبه لهذا البلد الحرام. وهي من الخصائص التي جعلها الله عز وجل لهذه البقعة الطاهرة، ما يحب أحد إلا بلده الذي ولد فيه ونشأ عليه وترعرع فوق ثراه، فله فيه من الذكريات والأيام وكثير مما قضاه على ثرى البلد الذي عاش فيه حبا تفطر عليه القلوب. لكن مكة يحبها من هو من أهلها ومن قصدها ومن مكث فيها ومن زارها ومن حج أو اعتمر، فإنه يجد معنى الآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كما سيأتي في كلام المصنف، أي لا يشبعون منه ولا يقضون منه وطرا، كلما جاءوا مكة اشتاقوا إليها وكلما غادروها عاودهم الحنين للعودة إلى مكة. أما تأملتم في هذا السر العجيب الذي جعله الله عز وجل في مكة فجعل حبها كالمغناطيس لأفئدة الناس؟ هذا فقط لأهل الإسلام، فاحمدوا الله أنكم من أهل هذا الدين، واجعلوا حب مكة عبادة تتقربون بها إلى الله، فإنها من القرب، فالقلب يحب والعبادة حب القلب عبادة، فأحب ما أحب الله فإنه أحب مكة، وأحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحب مكة. فأحبوا مكة يا أهل الإسلام حبا يحملكم على تعظيم هذا البلد، فلا يرضى مسلم لبلد أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون من أزكى البلاد على وجه الأرض قط، ومن أطهرها ومن أشرفها، يتواصى فيها أهل الإسلام على كل ما يزيد مكة تعظيما وإجلالا. ولهذا قال المصنف رحمه الله ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في هذا الانجذاب للأفئدة وهو القلوب ومحبتها لهذا البلد الأمين. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. هذا والله ما زلنا نشهد شواهده في عموم وفود إخوتنا المسلمين من الحجاج والمعتمرين، ما يأتي أحد منهم مكة فيمكث بها أياما في رحلة حجه أو عمرته إلا تعلق قلبه بها وكأنه عاش فيها سنين عددا، فإذا ما حان وقت الوداع رأيت الدموع على الوجنات، رأيت الشوق والحنين. هذا شيء عجيب جعلها الله عز وجل من خصائص هذا البلد الحرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيم المتخلفين وترفههم ولذاتهم. يعني المتخلفين عن القدوم إلى مكة والمستبطئين في الوصول إليها، يرى
ما استلذ به من تحمل المتاعب والمصاعب والمشاق. اليوم عامة إخوتنا المسلمين القادمين للحج والعمرة يجدون من المصاعب والمشاق والعناء ما الله به عليم، فما الذي يجعل هذه الألوف المؤلفة الملايين كل عام، ما الذي يجعلها تتحمل كل ذلك وهي لو بقيت في بلدانها وحافظت على أموالها لكان أهدأ لها وأهنأ لقلوبها؟ لكن يجدون من معنى الحب واشتياق النفوس ما هو أعظم من ذلك كله. وهذا من جميل كلام ابن القيم، قال: فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، على المعنى المجازي، وكم أنفق في حبها من الأموال. وقال: يستلذون ذلك ويستطيبونه وهو أطيب من نعيم المتخلفين، فضلا عن دموع البكاء كما قلنا عند الوداع والارتحال الذي يظهر به عظيم ما قام في قلوبهم. أحسن الله عليكم. قال: وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. الخلق كله خلق الله، لكن الله إذا أضاف شيئا من خلقه إلى ذاته العلية كانت إضافة تشريف. ولهذا فإنه لما قال: وطهر بيتي، هو بيت الله، فدلت هذه الإضافة على مزيد من التشريف والإجلال والتعظيم، فأضفت على القلوب المؤمنة مزيدا من التعظيم والمحبة والإجلال لهذه الإضافة الكريمة المشرفة للمضاف إلى ما أضاف الله عز وجل إلى ذاته. وكذلك تقول إضافته لعبده ورسوله: سبحان الذي أسرى بعبده، هذه إضافة تشريف. محمد رسول الله، هذه إضافة تشريف صلى الله عليه وسلم. فكل ما أضافه الله لنفسه كان تشريفا للمضاف، وأنا وأنت لنا حظ من هذا التشريف، فنحن عباد. عباد لمن؟ لله. وهو القائل: يا عبادي الذين آمنوا. أشرف شيء تجده في حياتك أنك عبد لله، أن الله عز وجل أضاف عبوديتك إلى ذاته العلية. ولهذا يقول القائل: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من المحبة والجلالة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة. نعم، إذن الإضافة ذاتها تشريف. بيت الله، بلد الله، هذا تشريف عظيم. الإضافة ذاتها تشريف وإجلال وتعظيم، ثم كيف إذا كان مع ذلك فضائل وخصائص يخص بها بيت الله: مضاعفة صلاة، وقطعة من الجنة في الحجر وفي المقام، وترغيب للناس بالقدوم، ووعد بالجنان، ومضاعفة للحسنات، كل ذلك يزيد هذا البلد الحرام تشريفا وتعظيما. إذن منطلق هذا التشريف لهذا البيت الإضافة الجليلة: بيت الله وبلد الله، هذا منطلق التشريف. فيقول المصنف: ثم فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما له قبل الإضافة بما يخصه به من الفضائل والمناقب والأحكام، فيكون فضلا على فضل، واصطفاء على اصطفاء، وجلالا فوق جلال.
ولا يزال أيضا في الحديث بقية باقية فيما يتصل بتفضيل هذا البلد الحرام وما خصه الله عز وجل به، وسيأتي أيضا ذكر في استطراد لكلام المصنف رحمه الله في الرد على من لم يجعل للبيت الحرام مزية من حيث الذات والبقعة والبلد على غيره في مجلس ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وما زالت ليلتكم عامرة بالخيرات والبركات ما دمتم مستكثرين من ذكر الله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حزن مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد أفضل صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.